صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله رعاه قراراً رقم 31 و32 لسنة 2018 بتحديد ميعاد الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس البلدية وبإضافة لجنة عامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية. جاء في المادة الأولى من القرار الأول رقم 31 أن الناخبين المقيد أسماءهم في جداول الناخبين وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية مدعوون للحضور إلى مقار لجان الاقتراع والفرز، وذلك لانتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم السبت الموافق 24 من نوفمبر 2018 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخاب تجرى الإعادة يوم السبت الموافق 1 من ديسمبر 2018 من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. جاء في المادة الثانية من القرار يفتح باب الترشيح لعضوية المجالس البلدية ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 17 من أكتوبر 2018 وحتى يوم الأحد الموافق 21 من أكتوبر 2018، وتقدم طلبات الترشيح في مختلف المناطق البلدية الانتخابية إلى اللجان المختصة. فيما نص القرار الثاني رقم 32 في مادته الأولى تضاف لجنة عامة إلى 13 لجنة عامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 35 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق البلدية الانتخابية والدوائر الانتخابية وحدودها وعدد اللجان الفرعية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، والقرار رقم 45 لسنة 2014 بإضافة لجنة عامة للاقتراع والفرز لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، ويسرى عليها ما يسرى على اللجان العامة للاقتراع والفرز من أحكام.